الكلى هي أعضاء على شكل حبة الفول، وهي بحجم قبضة يدك، وتقع تحت القفص الصدري باتجاه ظهرك. للكلى وظائف عديدة، ولكن من أهم وظائف الكلى هي مساعدة الجسم على التخلص من السموم. كما تقوم الكلى أيضاً بتصفية الدم وإزالة الماء الزائد وفضلات الجسم على مدار 24 ساعة في اليوم، وتفرز السوائل الزائدة في الجسم وفضلاتها عن طريق البول. ويحدث الفشل الكلوي بشكل تدريجي، مما قد يؤدي في النهاية إلى جعل الكلى غير صالحة للعمل تماماً. عادة ما يكون للفشل الكلوي بعض الأعراض الواضحة، ومع ذلك يمكن عدم ظهور أي أعراض في المراحل المبكرة، وقد لا تظهر أعراض الفشل الكلوي بنفس الطريقة لدى كل مريض. إليك 6 أعراض لفشل الكلى، في حال ظهور أحدها عليك استشارة الطبيب فوراً. أولاً، إنتاج القليل من البول أو عدم إنتاجه بتاتاً، وذلك لأن الدم الواصل إلى الكليتين قليل جداً أو منعدم، ويعتبر انخفاض كمية البول من أهم أعراض الفشل الكلوي. ثانياً، الشعور بالضعف مع ضيق التنفس غير المبرر. في هذه الحالة قد يحدث أيضاً تورم في بعض أجزاء الجسم، وعلى الرغم من أن السبب غير معروف، يمكن تفسير هذه التورمات لأن الكلى فقدت وظيفتها. ثالثاً، من الممكن أن يدخل المريض في غيبوبة تعرف بالغيبوبة الكلوية، وتكون هذه الغيبوبة نتيجة لتراكم اليوريا في الجسم. رابعاً، الشعور بجفاف الحلق والعطش بسبب نقص السوائل في الجسم. خامساً، يعد فقدان الشهية والقيء والغثيان من أعراض الفشل الكلوي أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون مشكلة التحكم في الغضب أيضاً علامة على الفشل الكلوي. سادساً، الشعور بالتعب والنعاس. إحدى وظائف الكلى هي تنظيم عملية إنتاج كريات الدم الحمراء والهيموغلوبين في الجسم، وفي حال وجود خلل في هذه الوظيفة فإن ذلك يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم، وبالتالي فإن الشعور بالتعب والنعاس المستمرين قد يكون أحد أعراض الفشل الكلوي الظاهرة. وغالبا ما يكون التعرف على العلامات المبكرة للفشل الكلوي أمرا صعبا، لأن هذه الأعراض عادة ما تكون خفيفة جدا ودقيقة. وتشمل الأعراض المبكرة للفشل الكلوي انخفاض كمية البول وتورم الأطراف وضيق التنفس غير المبرر. الجدير بالذكر أن هذه الأعراض ليست محصورة بإصابة أداء الكلى فحسب، فقد تظهر أيضا عند الإصابة بأمراض أخرى. بالإضافة لذلك، فللكلية قدرة عالية على تعويض الضرر، ولذلك من الممكن أن يتأخر تشخيص المرض وحدوث إصابة مستديمة في عمل الكلى. في النهاية، يمكن تشخيص الفشل الكلوي عن طريق فحص الدم أو الصورة فوق الصوتية، ومن الضروري على المريض متابعة وظيفة الكلى، لأن الفشل الكلوي البسيط قد يتحول إلى متقدم مع مرور الوقت وإذا ما بقي من دون علاج. لذا لابد من مراجعة الطبيب عند وجود مشاكل في الكلى، سواء طبيب كلى أو مسالك بولية.